والغرائب والعجائب. انه فئتين يعني نقول كاثوليك بروتستانت، تشرع الكنيسة في ذلك الزمان انه هذا شهيد وهذا قتيل. وكمان في زمن اخر البشرية تعطي حكم قيمي للاشخاص، مع انه هذا القيم او هذا القرار هو قرار الهي اكثر ما يكون بشري. طبعا ممكن تحسب هاي المعادلة على حسابات عديدة طبعا، يعني كما حصل في ايران والعراق مثلا الحرب الطاحنة. فنعتبر يعني هاي الاشياء في شيء كمصطلح في شيء مغلوط يعني، او يتقصد او يتعمد منه انه بيصل عند الاخرين بشكل خاطئ. بكل الاحوال بدون تلفيق يعني، يعني كمان واحد ثم شاف في غرفة سوداء رجلا مقتولا بده يحكي مع سوسو وفوفو واصدقائه مشان بيغبوا الجريمة، مشان ما يمسكون الامن الجنائي بياخذوا على الفرقة، او مشان ما يلبسوا الروب الاحمر قطع رقبته.